الجهوي بوليوس في الرباط تعبير عن السخط ديالنا على القرارات التعسفيه حق الموظفين والموظفات ديال المستشفى. فلا يعقل ان يتم يعني تنقيل واحد المجموعه ديال الموظفين والموظفات خصوصا واحد الاختصاصيات ديال القباله ديال لي ساج فام ديال النساء والتوليد. كيف يعقل ان غنهزوا هاد الفئه للتكوين ديالهم خاص بالولاده وبالتوليد وغنوضعوهم في المركب الجراحي غيشتغلوا في المركب الجراحي؟ 10 ديال الاخوات تم يعني الاستهداف ديالهم مذكرات مصلحيه بدون يعني سابق انذار بدون استشارات بدون اشراك النقابات، لان احنا في الاتحاد المغربي للشغل النقابه الاكثر تمثيليه في الجهه ووطنيا، يعني لا يتم استدعاؤنا لاتخاذ هذه الاجراءات. كنعرفوا بان المستشفى الجامعي بنو سينا يعني المستشفى ديال بنو سينا غادي يتم الهدم ديالو وخاص التنقيل ديال المصالح، وحضرنا مع المسؤولين في هذه القضيه، ولكن بهذه الطريقه باش غنحبسوا يعني غنقولوا لواحد الناس نهزوهم من الماتيرنيتي لي ساج فام ونقولوا لهم طلعوا للبلوك اوبيراتوار، هما ما قاريينش ما قراوش هذا الشيء ديال 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 التجهيزات ديال البلوك لي زانسترومون. راه كل مقص عنده سميتو، كيف يعقل هذا الشيء غنهزها نحطها في البلوك؟ اشنو غدير في البلوك؟ يعني كاينه عشوائيه في التدبير والتسيير ديال المصالح ديال هذا المستشفى اللي حنا ماشي اول وقفه ماشي 10 وقفه عينا بالوقفات، ولكن الحمد لله حنا النضال ديالنا مستمر هنا الى حين تحقيق المطالب. ثم مساله اخرى واحد التدخل ديال واحد السيد هنا اللي باقي ما عرفناش المهام ديال الاختصاصات ديالو، المذكره ديال التعيين ديالو هنا بالمستشفى ما كايناش في لي طابلو، ما عندنا حتى شي معلومه على اش كيدير في المستشفى، يعني يتجول ويامر ويعني سميتو مشى مؤخرا عند لي ساج فام وقال لهم تخرجوا من هنا. كاينه مجموعه ديال الامور اللي بغينا نعرفوا هذا السيد هذا الاختصاص ديالو على حساب اللي قالوا لنا حنا بانه جا للانعاش باش يتفتح الانعاش هنا في المستشفى الجهوي. هذا مستشفى كبير تكسرات عليه ملايير، فاذا به دخل في اختصاصات اخرى دخل في لي كونفلي مع البيرسونيل. مشكل اخر اللي كيعانيو منه هنا مجموعه ديال الاطباء ان الانعاش اللي باقي ما مفتوحش، يعني عندنا ناس كيبغيو يفتحوا لهم دي شيروجيان، ولي شيروجيان الا ما فتحش كي حنا هي بين قوسين هي حرفه غيفقد هذيك الحرفه، فاذا به يعني ما كيفتحوش لهم الباب ديال الانعاش باش ينعسوا المرضى اللي غيفتحوا اوتوماتيكمون، ما كيديروا حتى شي حاجه. الرساله ديالنا للوزاره هي افتحاص هنا التسيير بالمستشفى الجهوي، لان هذه معلمه ديال 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 الرباط، خاص الوزاره تدخل بقوه هنا ويتم يعني المراقبه ديال التسيير هنا وهذه العشوائيه ديال التسيير اللي كاينه في المستشفى الجهوي. نطالب من المديريه ديال المديريه الجهويه للصحه ايضا من الوزاره والمفتشيه العامه وزاره الصحه بتدخل عاجل قبل استفحال الوضع. المشكل اللي عندها كلها باش قمنا بهاد الوقفه حيتاش كنتعرضوا لواحد التعسف من قبل الاداره. كنا خدامين في وحده التوليد حتى كنتفاجئوا بان واحد المذكره من جهه الاداره على اساس انها يتم الترحيل ديال 10 ديال لي ساج فام في اونيفو ديال البلوك. بلوك حصلنا حنايا مكان الوالدات، يعني التعامل ديالنا كيكون مع النساء الحوامل كنولدهم وكل شيء، اما باش نطلعوا للبلوك راه ماشي التخصص ديالنا اصلا، وما دوزناش فيه لي ستاج اللي عن زعما ستاج فوازون اللي دوزنا الفورماسيون ديالنا. صافي نورمالمون الاداره خاصها تحاول مع البيرسونيل ديالها قبل ما كيعملوا بحال هاد القرارات. حنا ما تم التحاول معنا حتى من طرف حتى شي واحد من الاداره، كنتفاجئوا بهذا القرار ان نورمالمون 10 ديال لي ستاج اللي التحقوا الاواخر خاصهم يلتحقوا للبلاصه. دونك على هذا الشيء حنا دابا كنناضلوا كنشوفوا هاد القرارات التعسفيه اللي اتخذت ضدنا، لان كل ما كاينه وحده التوليد راه كتاخر النسبه ديال النساء الحوامل كل نهار، دونك اذا نقصنا عدد في البيرسونال غنزلوهم في واحد البلاصه اللي ماشي خدمتهم مثلا، يعني هذا الشيء غيأثر علينا شخصيا حنايا كبيرسونال، لان الاستقرار ديالنا كعائلي انا لما اخترت مولاي يوسف الا باش اخترته باش نستقر استقرار عائلي وشخصي. دونك ملي كنتفاجئوا بهذا القرار ما بقى استقرار حتى حاجه، كل نهار قرار جديد كل نهار بزاف الحاجات. على هذا الشيء صراحه حنا كنطلبوا في هذه الوقفه هذه باننا يتحل هذا المشكل يكون بالتحاور، ماشي اننا تجي التعسف القرارات التعسفيه وتنزل هذا ما امر واقع، لا ما عمرها كانت هذا، نورمال الاداره كتحاول مع البيرسون. اذا هذه الوقفه الاحتجاجيه تم تنفيذها للموظفين والموظفات المستشفى، والتي سيليها اعتصام في هذه الاثناء غادي في الاداره، وغادي يكون اضراب بالمستشفى يوم الجمعه. وهذا الشيء علاش؟ هذا الشيء على الاوضاع المزريه
اللي هي كيعرفها هاد المستشفى منذ مدة ليست بالهينة، واللي احنا دقينا ناقص الخطر للجهات المسؤولة من أجل وضع حد، من أجل إصلاح هاد الأعطاب المتتالية، لكن لا أداة نصرية. احنا من هاد المنبر احنا كندعيو لوزارة الصحة بأنها تدخل يعني في أقرب الأوقات وضع حد وربط المسؤولية بالمحاسبة. إذن آخر حاجة اللي جات في هذا الاحتجاج هذا هو النية ديال الإدارة اللي عملوا على حذف واحد المصلحة من أهم المصالح اللي كاينة في هذا المستشفى، هي مصلحة ديال التوليد. من بعد منين فشلات واحد المحاولات والطرق اجتماعات يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مطالبات الممرضين اللي كاينين تمايا منحهم واحد المناصب مسؤولية من أجل التفريق ديالهم في مجموعة المصالح بحجة بأنه كاين نقص في هذوك المصالح. من بعد منين مشات عاوتاني هذه العملية هذه وكتبنا واحتجينا، جاء من بعد عاوتاني عملية أخرى وإصدار واحد المذكرة اللي كتشمل واحد الأخطاء جد فادحة، يعني منها يعني بلا ما نذكروا حنا الكونتوني نعطيك اي شكل ديالها الإدارة مستعملة بابي اونطيت ديال الوزارة، وثانية كأنها رسالة وزارية رسمية، وهذا شيء غير مقبول. إذن منين مشاو الإشكال الأخير ديال القبيلات بغاو يديهم المركب الجراحي، وهذا كيشكل واحد الخطر كبير على النساء، لأن المركب الجراحي فهو خاص بالجراحة، ولو أن يكون المركب الجراحي خاص بالتوليد فالعملية ديال التوليد العملية ديال الجراحة فيها مجموعة ديال الأمور التقنية منها جراحة التادي والأورام اكسترا اكسترا اكسترا. إذن احنا يا تنضقوا ناقص الخطأ وتنطلبوا عبر المنبر ديالكم الجهات المسؤولة تدخل العاجل هذا المستشفى الجهوي ووضع حد للتجاوزات والخروقات وربط المسؤولية بالمحاسبة. هذه الأمور هذه كتضر أول حاجة بصحة المواطن، وثاني حاجة هو إدخال هاد الممرضين وإدخال الأطباء في متاهات هما فين غنى عنها. على السينا وحتى السينا، على السينا وحتى السينا، والإدارة تطغى علينا، والإدارة تطغى علينا، والإدارة تطغى علينا، والإدارة تطغى علينا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.